لله ولي المؤمنين الحمد لله ناصر الصابرين الحمد لله مؤيد المؤمنين المتقين الحمد لله قاسم الجبارين المتكبرين الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كرامة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتكليفا لأمته من بعده إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بعد أن حاصرته من كل الجهات فخاب ظنها وفشل حصارها والصلاة والسلام على إمام الدعاة الصادقين وسيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي سلمه الله مفاتيح الأقصى في السماوات العلى وجعله إماما في الأقصى لكل أنبيائه ورسله السابقين مصداقا لأخذ الميثاق على الأنبياء على أتباعه عند مبعثه وليكونوا شهداء على أتباعهم بقضاء الله تعالى أن ترث الأمة الإسلامية أمانة المسجد الأقصى بعد ختم النبوة فالأمة المسلمة ورثت المسجد الأقصى من الأمم السابقة بأمر من الله تعالى في القرآن الكريم فهي الأمة التي استحفظت الأمانة على الناس فاستحقت أمة الإسلام أن تكون خير أمة أخرجت للناس بما استحفظت من الكتاب الكريم وبما استأمنت عليه من مساجد الله في الأرض وفي مقدمها المساجد الثلاثة التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الرحال إليها المسجد الحرام والمسجد النبوي وهذا المسجد الأقصى المبارك ورضي الله عن أتباع نبيه الصادقين من أهل بيته وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سبل المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أهل بيت المقدس الصابرين الصامدين طوبى لكم مقامكم ورباطكم طوبى لكم بشرى رسول الله محمد المصطفى أنكم أنتم ومعكم في أجناف بيت المقدس أنكم على الحق قائمين لا يضركم من خذلكم ولا ينتصر عليكم عدوكم مهما امتلكوا من السلاح والمال والتأييد الدولي الظالم فالله القوي العزيز معكم وهو على كل شيء قدير فاصبروا في رباطكم وجهادكم وحمايتكم المسجد الأقصى المبارك حتى يأذن الله بالنصر فقد شرف وحده دون بيوته في الأرض بأن صلى فيه كل الأنبياء والرسل وعظمه بأن جعل إمام خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أيها المقدسيون ويا زوار بيت المسجد الأقصى ويا مرابطي ومرابطات المسجد الأقصى إن استهداف المسجد الأقصى في هذا العصر ليس بالأمر الجديد فقد استفدته الدول الكثيرة في التاريخ ولكن الله تبارك وتعالى أراد لبيت المقدس مقصدا آخر وهذا إرادة الله ولذلك أنزل ذكره في القرآن الكريم وخلده
وجعله في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسراه، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من الهوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فسئل فقيل: يا رسول الله، وأين هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الإخوة والأخوات، إن مقصد القرآن الكريم في سورة الإسراء أن يرتبط المسلمين بالمسجد الأقصى والقدس ارتباطهم بالمسجد الحرام ومكة المكرمة ارتباطا دينيا عقديا. وإن مقصد السنة النبوية في حديث الطائفة المنصورة أن يرتبط وجود المسلمين كأمة بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وأن لا يخرجوا منها إلى يوم الدين مهما تعرضوا للأذى، فما هو إلا لأوى. أيها المقدسيون الشرفاء، إن المسلمين أمام عقيدة قرآنية إسلامية للقدس وبيت المقدس، هي جزء من إيمانهم وعقيدتهم، لا يكتمل الإيمان إلا بها، ولا يتحقق الانتماء إلى الأمة الإسلامية بدونها. والمسلمون مجمعون في الماضي والحاضر على هذه الرؤية، لأنها مستندة إلى أصل قرآني وبيان نبوي وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وقد آمنت الأجيال المسلمة كلها بهذه الرؤية القرآنية الإسلامية، فلم يقع خلاف بين المسلمين على مكانة مدينة القدس الدينية، ولا على تفسير النصوص الدينية المتعلقة بالقدس عند كافة المدارس والمذاهب الإسلامية. أيها المقدسيون، تيقنوا، فإن قضيتكم قضيتنا كأمة مسلمة، وإن جراحكم في أجسادنا لا تفضلا منا ولا منا، وإنما واجب علينا ديننا. فقضية الأقصى وما تحمله من مشاعر إنسانية محقة هي قضية أمة لا تملك التنازل فيها عن دينها وعقيدتها وما كلفها الله به من أمانة وعبادة. أيها المقدسيون الأبطال، لقد تعرض سكان القدس على مر العصور إلى صنوف من الاضطهاد والتعذيب والقتل والتشريد، ولم يعرفوا الحرية الدينية ولا الأمان الاجتماعي ولا الاستقرار الاقتصادي ولا العدل السياسي إلا في العصور الإسلامية. فكانت العهود الإسلامية كلها عهود عدل وأمان وسلام، بداية من الخلافة الراشدة منذ أن فتحها الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى العصور الإسلامية التالية: الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية والعهد العثماني الذي أولى القدس مكانة مقدسة وشأنا دينيا عظيما. فقد كشف العهد العثماني أن شأن القدس مقدس بسبب مكانتها الدينية أولا،
وبسبب ما وجدوه لدى المسلمين والعرب تحديدا من محبة كبيرة للقدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرها من الأماكن المقدسة الإسلامية فيها. فعمل العثمانيون على الرباط فيها وبناء الأسوار والقلاع وأخذ كل أسباب القوة والمناعة فيها. لقد كان دخول العثمانيين للقدس سلميا بدون إراقة أي دماء كما دخل صلاح الدين الأيوبي وكما دخل عمر بن الخطاب بإراقة أي دماء بدون إراقة أي دماء. وبعد هذا التاريخ بيومين قام السلطان السليم الأول بزيارة خاصة لمدينة القدس قبل ذهابه إلى مصر. وقد حافظت السلطنة العثمانية على الامتيازات الدينية الممنوحة للغير المسلمين في عهد الممالك. وأصدر السلطان السليم الأول منشورا ترك بموجبه للروم حرية التصرف بكنائسهم والأماكن المخصصة لهم للعبادة ومزارع الزيتون وما شابهها من الممتلكات التي كانوا يمتلكونها مثل ما كان يتصرف بها في السابق من قبل المفرديات. وقرر إعفاءها من الضرائب. ومنح السلطان السليم الأول طائفة الأرمن في القدس حق التصرف بمعابدهم مثل ما كانوا يتصرفون فيها من قبل. وقد حدد في هذا الفرمان الذي صدره قاضي القدس بخطه كل حقوقهم وطرق حماية هذه الحقوق ومنع أي تجاوز عليها. وهذا الفرمان لا يزال موجود بين أيدينا. ولقد كان هذا الفرمان العثماني مبني على العقدة العمرية التي بينت للمسيحيين واليهود حقوقهم وواجباتهم. ولذلك كانت بداية العهد العثماني في القدس الشريف عهد رحمة وأمن وسلام لكل سكانها ولكل أهل الطوائف والأديان ما داموا مسالمين وغير معتدين على حقوق غيرهم. وقد قام العثمانيون بالكثير من عمليات البناء والعمارة والتهميم والتجديد على غالبية أماكن القدس. أيها المقدسيون تيقنوا إن إخوتكم في تركيا وفي رئاسة الشؤون الدينية خصوصا لهم مسؤولية النصرة وسد العدوان. وهذه الزيارة لا تحمل إلا معنى واحدا وهو أننا منكم أننا معكم. أننا شعب تركيا منكم ومعكم. وما يؤلمكم يؤلمنا وما يؤلمكم يؤلمنا. وتقديم كل ما يلزمكم أمر واجب علينا كما كان واجب على كل المسلمين في العالم. لقد نسجت صلاة القرب والقربى بين بلادنا وفلسطين منذ 16 قرنا قبل الميلاد أو يزيد، حيث كان مولود خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في مدينة عرفة التركية. فهناك ولد وعاش ونزل الله عليه الوحي واختاره نبيا ورسولا وأراد المولود الشريف به شرا وحرقا، ولكن الله أراد به نجاة وخيرا فأنجاه من نار النمرود وهاجر من عرفة إلى أرض كنعان وفلسطين فأقام في مدينة الخليل الفلسطينية. وفي قصة إبراهيم عليه السلام قصص رائعة لنا ولكم ولكل أبناء إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فأولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين وهو سبحانه القادر على نجاتهم ممن أراد بهم شرا أو قتلا أو حرقا. نسأل الله لنا ولكم النجاة والخير.
وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطانا وإياكم على طريق الطاعة والأخوة ونصرة الحق وأهله. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لمقام شأن شرف صدره. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، إن الرؤية القرآنية الإسلامية لمدينة القدس تؤمن أن الله تبارك وتعالى قد بارك هذه المدينة كلها بمباركته للمسجد الأقصى وما حوله، وأن الله قد باركها للناس جميعا وإلى يوم الدين. ولا تقوم هذه الرؤية على أساس جغرافي محض، وإنما على أساس أن الله تبارك وتعالى قد بارك هذا المكان، ومباركة الله تعالى له توجب على المؤمنين بالله وبالقرآن وبالإسلام أن يباركوا هذا المكان، والمباركة الدينية توجب أن يكون هذا المكان حرما آمنا، وأن من دخله كان آمنا. ولكن لا أمان لمن لم يحفظ للقدس أمنها، لا أمان لمن لم يحفظ للقدس أمنها، فهو آمن بأمانه وسالم بسلامه، وأما من يعتدي عليها فلا أمان له ولا سلام. فلا يكون الاعتداء إلا على المعتدين فقط، ولا يكون الاعتداء عليهم إلا بمثل ما اعتدوا به على المسلمين، والله لا يحب المعتدين. لقد كان العصر العثماني من مثل العصور الإسلامية السابقة حريصا على حفظ التعايش السلمي بين سكان القدس، سواء كانوا يهودا أو مسيحيين، وبغض النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم الدينية، سواء كانوا من أهلها أو زائرين أو حاجين. وكما طلب المسيحيون الأوائل من الفتح الإسلامي حمايتهم من الاعتداءات الرومانية عليهم، فكذلك ينبغي على المتدينين اليهود في هذا العصر مناشدة المسلمين تولي شؤون القدس وحمايتهم والحكم بينهم بالعدل، إيمانا منهم بأن الرؤية القرآنية الإسلامية هي الحق، والتزاما منهم بمضامين صحيفة المدينة المنورة والعقدة العمرية العادلة والفرمان العثماني الخاص بأهل القدس من الطوائف المسيحية. فهذا هو الحل الذي يحفظ القدس مدينة السلام لكل المؤمنين بغض النظر عما يمتلكه أحد من الناس أو الدول من سلطة سياسية أو قوة عسكرية. فالاحتلال العسكري للقدس لا يغير شيئا من حقائقها، لأن القدس ستبقى في عقيدة الأمة الإسلامية ودولها وشعوبها عقيدة دينية وعبادة تكليفية. لا يملك رئيس ولا ملك التنازل عن شبر منها، كما لم يتنازل عن شبر منها سلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. وكل ما يجري عليها من عدوان على أيدي الصهاينة هو عدوان بكل المقاييس الدينية والقانونية والحكومية. لا تقر أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي أو ديني أو سياسي يقوم به الاحتلال. أيها المقدسيون، إن عيوننا وعقولنا وقلوبنا في بلادنا
وفي إسطنبول على وجه التحديد تتوجه في كل صلاة إلى القبلة الأولى بيت المقدس، لأن في مسار توجهنا في الصلاة إلى الكعبة في مكة المكرمة، ولذلك كانت مزار كل حاج ومعتمر من الأتراك العثمانيين، والقدس وفي فلسطين جزء من ساكنة شعبنا المسلم والشعوب المؤمنة، فعزة القدس من عزتنا، عزتكم عزتنا، لأنها جزء من إيماننا وعقيدتنا وتاريخنا، فلا نتنازل عن عقائدنا ولا ديننا ولا تاريخنا، وهذا موقفنا. ولذلك ما لا نقبل ولن نقبل التقسيم المكاني والزماني للمصلين في المسجد الأقصى من غير المسلمين، فالمسجد الأقصى مسجد إسلامي منذ نشأته إلى يوم الدين. ومن باب أولى أن لا نقبل أن تكون القدس عاصمة غيرهم، هي عاصمة المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يحمي المسجد الأقصى من دنس المعتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، وأن يحفظ القدس والمقدسيين، وأن يبصر المرابطين والمرابطات لبيت المقدس وفلسطين، وأن يعين الأمة على أداء واجبها والقيام بدورها لحماية الأقصى المبارك وتحريره وكل الأراضي الإسلامية المغتصبة، وأن يرحم الشهداء ويشفى الجرحى وأن يفك أسر المأسورين. وأذكر لكم تحية إخوانكم، سلام وقوة لكم إخوة لكم من بيت المقدس، من الذين حكم عليهم بالإبعاد عن القدس وفلسطين. وكذلك أنقل سلامة إخوانكم وأخواتكم الأتراك لكم، وبالأخص من أهل إسطنبول التي ترنو بعينها على القدس الأسيرة وكل مآسي المسلمين في الأرض. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.